هاي جايز، كيفكم؟ انا انطوني ترزيون وانا شيك بواتساب لبنان. شيك ما اجى لانه ما كثير بيحكي عربي، هو بلش بالبيج، كان عم يشتغل بالسعوديه وطلع بفكره يفتح بيج على انستغرام اسمه واتساب لبنان، بس لانه كان يشتاق للبنان بلش يحط صور خاصه بلبنان، كل شيء محلات للاكل للسهر لل يعني كل شيء بتعملوه من بعد شغلكم، يعني بتعرفوا في كثير اكتيفيتيز بلبنان. بقى نزلنا هيك صور بالاول وبعد سنه تقريبا زاد الريكوجنيشن تبعه وعلوا النمبر اوف فولورز وبالاخر صار بيج بيج واتساب لبنان. كنت بعرفه من قبل للاكونت مشهور بلبنان، مثلا كنا نحط صور البحر مثلا بلبنان، بالاخر صرنا نشتغل مع البيتش ريزورتس، يعني نروح لعند البيتش ريزورت لانه نحن اوريدي كنا نحط صور عن محلك، ليه ما بتشتغل معنا؟ وبطريقه ايجابيه ولذيذه وكثير سمبل، في يطلع لك هالاكسبوجر منا بطريقه ما عم تبين انه انت عم بتعمل دعايه، من وراء هالطريقه صرنا نكبر 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 وصرنا نفوت على المطاعم، على البيتش ريزورتس، على الكلابز، على البابز، وهيك مشت واتساب لبنان. يعني أنتوني شخص متفائل كثير وبيحب اللي بيعمله، هذا اكثر شيء لاحظته فيه، وان شاء الله انا اقدر اعمل نفس الشيء. بالنسبه للرسائل اللي بتجيكم اكثر شيء، هل بتكون انه مطاعم مثلا بدها تشتغل معكم، ولا حدا عم بيسال سؤال، ولا في من كل شيء صراحه؟ في مطاعم بيحكونا، في محلات بيحكونا انه اذا فينا ننزل صوره لهم تو سبورت ذم. طيب لمين بتعطوا الاولويه، لاخر واحد بعث لكم رساله، ولا لاقدم واحد، ولا بتشوفوا اكثر شيء ممكن كبزنس وايز تستفادوا من التعامل معهم؟ بالنهايه ما في اهميه، يعني شو ما نشوف بنجاوب عليه دغري لانه ما بنترك شيء على الان. انا احس انه كل درس يجيني حتى لو كان شيء يتكلم عن الشعر وعن الشيء اللي انا ما نختص فيها، بس احاول اني اركز على كل شيء لانه هذا شيء مره بيفيدني. اي متى بلشت بهذا الشيء؟ يعني باي ستيب يعني وقت بلشتوا تتطوروا على الانستغرام؟ يعني باي ستيب؟ يعني كنت اوريدي عالم بتعرف كثير فيكم، ولا بالاول مثل ما كنت عم اقول انه ما كان في ريكوجنيشن انف، يعني العالم ما كانوا يعرفونا كانستغرام بيج لانه العالم ما كانوا يستعملوا كثير انستغرام بوقتها. اول ما بلشنا كنا بال 95,000 فولورز وعم نجرب نفوت. مزبوط اوريدي كنا كبار، لانه مثل ما عم قلك بالاول ما كنا مفكرين انه بدها تكون بزنس، انه على اساس اتس جاست ا فان بيج يعني. بس بالاخر طورت لمرحله انه فكرنا ليش ما بنعمل دعايات ان ان اندايركت واي. هن صاروا يقترحوا عليكم، يعني العالم صار نحن بالاول كنا عم نتقرب عليهم وهن يقولوا لنا انه لا ما حدا بيستعمل انستغرام ولا شو، كانوا يفكروها مسحه، بس هلا صاروا كلهم يرجعوا يجوا لعنا. بالنهايه بدي اعطيكم نصيحه انه تضلكم ايجابيين حقيقيين وبسيطين بس. لما سيرين قالت لنا التحدي، طبعا في البدايه ما كان في فكره واضحه يعني، فجلست افكر انه ايش افضل فكره تكون، ففكرت انه مثلا تكون على بيت، تكون رسمه او كذا، او في بيت تكون، فممكن هذه فكره احلى شيء واقرب شيء وممكن اقدر اسوي فيها اصنع فيها شيء يعني حلو. طبعا بعد ما فكرت الفكره هذه جاء الوقت انه اجلس مع سيرين واعطيها الفكره وان شاء الله انها تعجبها وتوافق عليها. مرحبا راشد. اهلا وسهلا، كيفك اليوم؟ الحمد لله كويس. منيح الحمد لله. شو وضع التحدي تبع هذا الاسبوع؟ تحدي حلو. ايه والفكره حلوه؟ ان شاء الله انها حلوه، اتوقع يعني انه في فكره. طيب خبرني تشوف اذا بتوقع معك ولا لا. فكرت انه مثلا انا جربت قبل، يعني قبل جربت انه لو مثلا بسوي اشياء مع حق الكانسر او كذا انه ما ينفع الشيء هذا لانه الالوان مضره. ممكن اذا في ممكن في اذا في بيت نسويه غير شكله، ممكن هذه يعني هذه الفكرتين توصلت لها. الفكره الاولى اتوقع انه صعبه، الثانيه ممكن.
اذا في بيت شو بيت لناس قديم يعني ايه اوكي نسوي يعني نسوي فيه يعني مثلا نسوي اشوف اي شيء اقدر اسوي له اضافه يعني ونشوف ردة الفعل حقتهم كذا. اوكي بس شيء خاصه بالرسم يعني اكيد إيه؟ والجرافيتي. ايه اوكي. ايه حلوه الفكره هذه يعني. اكيد حلوه الفكره، كثير حلوه الفكره. انا لما جلست مع سيلين اعطيتها فكرتين وحبت الفكره الثانيه، الفكره هي اللي انا فكرتها انه يكون على بيت انه بيت قديم او بيت ناس محتاجين وان نقدر نعدل عليه ونسوي يعني نسوي إضافة له أو جمالية له. نشوف المكان أول شيء بعدين أفكر كيف تكون الطريقة. أوكي بنعمل شوية ريسيرش أكثر. أكيد أكيد. المعنويات شو وضعه؟ إن شاء الله إنها كويسة. إن شاء الله المعنويات مرة حلوة مبسوط. أوكي وبدنا نعمل شيء فيه رسالة حلوة، هي أهم شغلة. الفكرة هذه مرة متحمس أنفذها عشان أحقق أشياء إن شاء الله مرة حلوة وإن شاء الله بتشوفونها كيف بتكون. جنان كيفك اليوم؟ الحمد لله بس أنا غضبانة. لا أنا مش روق، أنا غضبانة. خير؟ شو صاير معك؟ عم يقولوا لي إنه لسه في مباشرة وأنا عم أعمل كل مجهودي لحتى ما يكون في شيء هيك مباشر، يعني أنا ما عم بفهم عليهم إنه المفروض أقدم شيء ما في رسالة واضحة، أتركه للمشاهد هيك يتخيل إنه طب بده يقول لي هيك المتابعين إنه شو المغزى من الفيديو تبعك ما فهمنا شيء، هيك اللجنة بينبسطوا إنه أنا قدمت شيء خليتهم هم يفكروا شو أنا عم أقدم وبالتالي طيب رسالة لك. فينا ننتقل لهذا الأسبوع إذا بتريدي ونركز على التحدي تبع هذا الاسبوع، حاجه قاعدين بالماضي وكل الغضب تبولنا على شيء انا فكرت انه غضبانه على التحدي تبع هذا الاسبوع. طلعتي انت اللي بالصداره غضبانه على شو قالوا لك لجنه الحكم الاسبوع الماضي. خلص لك مو هيك بس انه مشان الفيديو اللي جاي انا شلون بدي اعمله بحيث ما يكون هلا اول شيء طلعي لي بالفكره نرجع نفكر بالفيديو. شو الفكره؟ في اثنين. ايه اول وحده انه احكي حكايه لولد مثل يطلع عم يبين فوق راسه أو بقلب خياله يبين الفيديوهات كلهم مساعدة فإنه أنا أحكي له قصص قصيرة. ثاني فكرة ارسم بسمة على وجه طفل باخذ هالطفل ومنلعب بالملاهي بلعبه بالملاهي خلاص خلاص بس إنه الفكرة بالشعر اللي بدي أقوله أنا بس فيها كلها لقطات إنه طفل مبسوط. أنت تاخذ طفل تلعبيه بالملاهي منا شغلتك. لا أنت شو بتعمل جنان؟ شعر. على شو الشعر بدي اكتبه؟ مش الشعر اللي تكتبيه عن شيء منيح، بدك تعملي شيء منيح خاصه بالشعر. سيلين بطلت تفهم علي وانا بطلت افهم عليها لانه كانت يعني كل انا مخي على كلمه انه اعملي عمل ساعدي حدا بالشعر تبعك، فانا انه شو يعني عمل بالشعر؟ عمل يعني فعل يعني تمثيل، هي تقول لي تمثيل لا اعملي فعل بالشعر. شو بدي اعرض خلفيه على هالشعر انا؟ مشكلتك مش مشكلتي هيدا شو بتعرضي. في حكي عم اقوله يا جنان خلصنا تمثيل. انت شو شغلتك تاخذي ولد على مدينه الملاهي؟ انا بعرف انه هي عم تحكي لمصلحتنا بدنا نحن نقدم شيء احسن بس بطلت تفهم علي يعني صار كثير الجو مكهرب وتعصيب. انت شغلتي تكتبي شعر وتقولي شعر تلقي شعر بدك تزيدي لي عليه لهذا الالقاء الشعر تبعك شيء منيح عم تعملي. شو في اعمل شيء منيح انا بالكتابه تبعيتي بكتب انه نعمل كذا وكذا شو الملل شو بدي احكي بالقصة بالشعر شو بدي حبكه في حبكه ما فيني انا هيك دج اكتب بدي حبكه يكون في قصه شوي انا شلون بدي اعرض فعل بالحكي ما شفتي شو مشكلتك بعدك عم تعرضي فعل بالحكي شفتي شو المشكله عم بتفكري شو بدك تحكي انا بدي اياك تفكري شو بدك تعملي مش بدك تحكي فهمتي شو الفرق بيني وبينك؟ هي عم تقولي لي شو بدك تعملي تمام معناها فعل معناها في تصوير فيديو الفيديو المهم على الفيديو حكي. يا حبيبتي عمل عمل مش فيديو عمل جنان عمل قبل الفيديو طيب كتبت انا شو الفيديو اللي بدي اعمله على الكتاب ترجعي لي على الفيديو ترجعي لي على الفيديو لان عم تقولي لي عمل والعمل منه حكي العمل فعل اوكي اعملي شيء فيه شعر ارجعي فكري بالفيديو روحي كافي ريسيرش بليز قبل ما اقعد ويا سيلين كنت اسوي ريسيرش انه شلون اقدر اني اسوي عمل خير بس بالسينما شيء يعني ما اعرف اني ما متطرق له قبل هاي نور الدين هاي كيفك الحمد لله منيح يس ليك
هلا فلي جنان من هون هسترتني. ايه فبليز انت بدك تروقني. اوكي ما بعرف شو بدك تعمل، بدك تكون عندك فكره وحلوه ودغري وافق لك عليها لروق. زين ريلاكس. ريلاكس. عندي اغنيه عندي فكره. اوكي مشاهده الافلام هي انترتينمنت اكسبيرينس، تجربه تسليه. فدا افكر اخذ اطفال، اقول انه انا اليوم قررت اروح اشوف هذا الفيلم، بس ما راح اشوفه لحالي، راح اشوفه مع اصدقائي. نروح نشوف الفيلم بعدين اخليهم هم يعملوا ريفيو للفيلم. كثير حلو. يا برافو. ثانك يو. موافقه. اسم شكرا. اوكي موافقه. ارتاحت على الفكره وقالت حلوه وهيك انطتني طاقه ايجابيه، ودائما هي تساعدنا صراحه يعني. ثانك يو سيلين. شو بتقترحي يكونون اعمارهم؟ يعني كثير صغار ووسط يكون شيء مهضوم يطلع من عندهم علشان ايه بتصور لازم يكونوا بالخمس ست سبع سنين مش اكثر من هيك. تمام بيرفكت خلص ابروفد. شكرا جزيلا. شكرا. ثانك يو. طيب نور يلا جو فور ات. شكرا. هلا بعد ما قعدت ويا سيلين راح احضر الشورت ليست، راح اشوف كيف وين راح نحط الكاميرا، شو الطريقه الافضل انه اصور مع اطفال، هيك احاول اسوي شيء حلو ومختلف عن الفيديوهات القديمه. هاي كيفكم؟ كيف معنوياتكم؟ انا كثير مبسوطه عم برجع اشوفكم مره ثانيه. اليوم رح نحكي عن how to disagree، يعني كيف مرات نحنا مرات كتير أشخاص ما منوافقون الرأي، بس كيف نحنا ما نجاوبهم بطريقة بناءة إيجابية وذكية أهم شيء لفرض الاحترام. هان رح نتعلم اليوم تقنيات كيف ما نوافق الشخص بطريقة بناءة إيجابية، وأهم شيء أهم شيء احترام الآخر. الإنسان ما في عيش بلا الآخر، إن كان نحنا منوافق الرأي ولا ما منوافقه كتير مهم نتواصل مع الآخر، لأنه نحنا ما فينا نعيش بمجتمع منغلق. هلا بدي اسالكم شو انتم بنظركم شو المواضيع الاكثر شيء ما بنتفق عليها؟ ممكن يكون الاختلافات الثقافيه، واكثر شيء كمان الاختلاف بالديانات. اوكي سو هول اكثر موضوعين بالمجتمع بتحس ما في موافقه عليه، انه العالم اكثر شيء بيلاقوا وسائل يناقضوا حالهم او يعطوا مجال للانتقاد. اوكي رح نشوف الدراسات العالميه شو لاحظت. مثل ما قلت اكيد الثقافه الريليجن وكمان السياسي لاحظوا بدكم تحددوا اولويات اللي بتعطيكم قيمه ذاتيه ايجابيه. رح نبلش معك راشد، شو الثلاث امور كثير مهمين ما فيك تستغني عنها؟ اول شيء الاحترام، الحب، الفرح. الفرح. اوكي عبد. الفرح، المرح والنزاهه. اوكي هلا زاهد شو رايك؟ بالنسبه لي انا احترام، الانجاز، بعدين الحب. اوكي احترام، حب، و accomplishment، انجاز. اوكي انجاز. كونوا اكيدين هالمواضيع نقيتوها رح تلاحظوا انتم عم بتفوروا من جوا اذا شخص عم بيعطيكم راي بهالموضوع. انا كثير عم بهمني كثير تفهموا حالكم اهم شيء، لانه من اساليب تقنيات النجاح بالانتقاد البناء هو نفهم كل واحد منا شو نقاط ضعفه. القصص اللي قالتها جيسيكا يعني الصراحه اعتبرها شيء ضروري جدا عشان الواحد يتفوق او ينجح في حياته الخاصه او العامه. مشكله عنا انا كلنا قطعنا فيه، حتى انا وحده منهم قبل ما اصير لايف كوتش كلنا كوم قبيل اشخاص ما بنوافقهم الراي، مسيب بعقلنا باللاوعي بدل ما نركز شو فعليا عم بيقلنا هيدا الشخص، فعليا عم نفكر كيف نطرق جول كأنه عم نلعب نحن ماتش فوتبول. بس احلمكم شيء هيك سر، فيكم دغري تكشفوا الشخص اذا هيدا الشخص قبل ما يفتح تمه هو من نوع اشخاص كثير بنق كثير بينتقد، واي شخص الانواع الاشخاص اللي ايجابيين بالفطره. البادي لانجويج وقت حدا ما بيوافق رأي شو بيعمل حركه بجسمه عاده؟ بسكر حاله، هاي اول شغله. أو بيبرمنا ظهره، بصير نحن بارلل له، ما بقى بدنا نحكي الشخص. أو بنصير مثل ولاد صغار نخبط بإجرنا أو نعمل هيك، لا نرجع مثل أيام زمان يعني. الأساليب اللي علمتنا إياها أساليب كثير مفيدة، خصوصاً رح تفيدني أنا بحيث إذا صار في مواجهات بيني وبين أي حدا ثاني. طيب الحين أنا لما أتكلم مع واحد إذا كان فيس تو فيس يعني بشوف ردة فعله، طيب إذا كنت أتكلم معه أنا مثلاً في رسالة مثلاً أنت تتكلم معه في الإنترنت وتتكلم معه في رسالة وكذا، كيف أعرف ردة فعله من الكلام ولا من إيش؟ إذا بالتواصل عم تحكي أونلاين، أونلاين ما فينا نعرف، هو أكثر
شيء ما بيساعدنا للانتقاد البناء، لأنه ما فينا نعرف هذا الشخص فعلياً وراء الكواليس، وراء الشاشة كيف عم بتصرف، أو وراء التليفون. هلا وراء الكواليس فيك تعرف من حديث بناقض حاله، ممكن الحوار بياخده لمحل تاني، هذا الشخص بيصير يناقض الماضي، هون بسيك تكتشفه. بس هيدي العملية عملية كتير لونج تيرم، بدها كتير وقت لتكتشف الشخص، بينما إذا كنت فعلياً قدام قبيل هذا الشخص تكشفه بثواني. إن شاء الله تكونوا استفدتوا اليوم. الشخصية تبع الانفلونسر هي كتير مهمة بالفيديو تبعه، فهيدا الفعل الخيري اللي أنا رح أعمله بالفيديو تبعي رح يبين كمان ناحية من شخصيتي ما كانت مبينة من قبل. هاي سمر. هاي سمير. كيفك اليوم؟ ماشي الحال. منيحة؟ شو؟ اوكي، أول فكرة هي عادة بالعيادة تبعي عاملة مثل لانش بوكس للأولاد الصغار، هيك فورمات حلوة يعني. أوكي. أشكال حلوة بتشجعهم ياكلوا يعني خضرة وفواكه وأشياء صحية. أوكي. فعم فكر إنه هيدا الشيء إنه أعمل أنا تقريباً عدد معين من هاللانش بوكس ووزع على أولاد محتاجين، يعني هلا يمكن ما لاقي هالعدد من الأولاد، بس إنه هيدا بيكون يعني التحدي تبعي هيدا الجمعة. ليه بدنا نفكر بالأولاد اللي محتاجين؟ ليه ما منفكر بالعالم؟ ما عندي مشكلة حدا محتاج، بس ليش ولاد؟ ليه يعني كل الوقت ولاد ولاد ولاد؟ لا خلاص، يعني خلينا نعمل شيء لعالم عادي. فالفكرة كتير حلوة بس ما تطبقيها على ولاد. خلاص معك حق، لأنه كتير أصلاً أنه صعب تلاقي كتير ولاد و... ما هيدا. أوكي، فجو هاد دوت بس نوعي. أوكي، ارتحت كتير بس سيلين وافقت على الفكرة. بالفكرة تبعي رح نفذ هالموضوع لكل فئات العمر لكل العالم. من بعد ما طرحت الفكرة على سيلين زبطت الفكرة تبعتي وخلصتها، وقررت أنه أصور بجنينة أنتورك. جنانة بتساعدني بالتصوير، وأنا عم أقلها يعني شو المشاهد المضبوطة اللي لازم ناخدها. كرمال الفكرة تبعتي قررت حضر علب فيهن تربية للأشخاص اللي بيشتغلوا هون بأنتورك. إن شاء الله النتيجة تكون كتير حلوة وضل بالصدارة، لأنه من أسبوع لأسبوع عم بتقدم. حابة اللجنة تلاحظ أنه أنا تقدمت عن هديك الجمعة، وإن شاء الله أكون بالمرتبة الأولى يا رب. هالجمعة كان عنا تحديين، الأول هو نعمل الفيديو اللي دقيقة مثل كل جمعة، وتاني التحدي هو أنه لازم نشتغل على أغنية تابعة للتحدي تبعنا. أول شيء إحنا بنسوي أغنية كلكم تعرفون، ورولا هي اللي راح تساعدنا بالتلحين. انا من البدايه ما كنت مبسوط انه رولا راح تجي وراح تساعدنا، تحملنا كل شيء، وبعد كل هاد بيجينا اليوم خبر ونحن قاعدين يا جماعه رولا انسحبت. ها، رولا انسحبت؟ شلون انسحبت؟ انا بالنسبه لي تفاجأت وما تفاجأت بنفس الوقت. تخلي رولا عنا هو بالنسبه لي مفهوم، يعني كانه خيانه، يعني حطتنا تحت الامر الواقع وقتلنا باللي ننسحب وما تقدروش تستعملوا اللحن بتاعي وهيك. في الحقيقه هذه رياكشن متوقعه من عندها، هي انسان لا يعتمد عليه، عملتها مع كذا شخص هنا في البرنامج، حطنا هذا الامر في مأزق كبير. بس رغم كل هذا ورغم تخلي رولا عنا، مثل ما وعدنا الناس راح نسوي اغنيه حلوه، شيء راح يفرحون بيها، راح نلقي لحن حلو وراح نسلم الاغنيه حسب الديدلاين اللي معطينا اياه، وهذا راح يكون تحدي ثاني لنا كلنا. ما في شيء بيصير بلا سبب، راحت رولا بس اللي جاي هو اهم بكثير من رولا، ورح نطلع بشيء كثير حلو. مرحبا، اول شيء معكم توني البايع، انا مدرب صوت ومدرب موسيقي، راح اكون معكم لنقدر نحل الاغنيه اللي عنا اياها وكم عم نشتغلها سوا. محمود وسمر وجنان، الكلمات اللي كتبتون روعة، واللحن اللي طلعتوا فيه رح نكون عم نشتغل عليه، وإن شاء الله نكون عم نسجله ونغني سوا. أوكي؟ إجا طوني اليوم وعم يساعدنا باللحن، هو أنقذنا عن جد، عم نطلع بلحن حلو. بالأول كنت رافضة الفكرة، فكرة الغنية كلها، بس لما هيك شفت الجو الجماعي كيف عم نلحن ونغني سوا حبيت الفكرة، مهضومة، بالعكس عمل حلو. لو متضايق والدنيا سودة حواليك، اضحك للدنيا تلقيها ملك ايديك،
في الألحان الأخيرة اللي أعطانا إياها إنه فيها رقص وشوي كذا، بالعكس عجبتني أكثر من الأولى اللي كانت. بعد مرة عدولة شو كنا نفوت بالكورس، بس هيدي الجملة صارت مرتين ضحكة. أوكي وان لو متضايق والدنيا سودة حواليك اضحك للدنيا تلقاها بالفيدي. احنا دلوقتي شبه استقرينا على اللحن الحمد لله، شوية حاجات من عند توني وشوية حاجات من عندنا. متحمس بشكل كبير لبكرة طبعا ان احنا نعمل حاجة جميلة كده ان شاء الله. كتير حبيت اليوم انا هذا اللقاء معكم، وعن جد الغنية هيك طالعة مميزة، وكتير انبسطت بخبرتي معكم واكتشفت انه عندكم مواهب وانا تعلمت منها كتير. بشكركم شخص شخص، وان شاء الله هيك دايما بنعمل اغاني فيها فرح بنوصل فيها رسالة السلام والحب لكل العالم، نغير فيها مجتمعاتنا كلها. يعطيكم العافية.